امتداد الاجتماع الجمعيه العموميه وما صدر عنها اليوم. الزملاء ايضا اجروا لقاء مع الاستاذ عدنان المعبد فيصل الملوقي ولقاء مع المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكره القدم. قرارات تم اتخاذها يعني بين مجلس الاداره وبين الاخوان بالجمعيه العموميه. اول قرارات طبعا المصادقه على مشروع الميزانيه المقدم من قبل اتحاد السعودي لكره القدم، واللي تضمن طبعا مبالغ ماليه تتجاوز ال 190 مليون كمصروفات تقديريه للموسم الرياضي للسنه الماليه 2013، وايرادات ثابته ب 82 مليون. وتم المناقشه طبعا هذه 82 مليون كايرادات ثابته، مصادرها موجوده وهي ثابته يعني حتى تتحقق ان شاء الله، ومصروفات متوقعه 191 تقريبا مليون. هذه المصروفات طبعا متوقعه يعني هي استرشاديه لما يعني تم صرفه خلال السنه الماليه 2012، لكن لا يعني هذا انه اتحاد كره القدم سوف يعني يصرف هذه المبالغ. هناك يعني معايير جديده في العمل، طبعا لابد من تخفيض بعض النفقات وايجاد مصادر تمويل جديده طبعا لتضييق اللي هو بين الايرادات والمصروفات، ونامل ان شاء الله يعني انه احنا نصل الى نقطه تعادل في نهايه السنه الماليه الحاليه 2013. طبعا المعضله الاساسيه في هذا الموضوع هو الديون، هناك ديون مستحقه على اتحاد كره القدم 75 مليون، منها تقريبا 40 مليون مقابل نقل تلفزيوني لمواسم سابقه، منها 34 مليون تقريبا للفرق الدوري الممتاز، 4 مليون فرق الدرجه الاولى لم تدفع من قبل طبعا اتحاد كره القدم يعني خلال السنتين الماضيتين. هذه الديون صادق طبعا الجمعيه العموميه في حل لكم طبيعي، ما في شك طبعا لابد يكون هناك حل، يعني طبعا هناك يعني لابد انه يعني ننمي مصادر دخلنا، لابد من تسويق بعض المسابقات التي لا يوجد لها راعي اليوم. عندنا مسابقه كاس ولي العهد، كاس الدوري خادم الحرمين الشريفين، كاس الامير فيصل، كاس السوبر، كل هذه مبالغ نتوقع ان شاء الله انه تدخل خزانه الاتحاد السعودي لكره القدم، وبالتالي تسويه هذه المبالغ المستحقه للانديه. هناك مبالغ مستحقه اخرى يعني كمكافاه للبطولات اللي ما عندها. طبعا 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 هنا هذا العمل كله فيه اخوان من الاتحاد، الاخ عبد العزيز القرنيس والاخ عدنان المعيبد احدثكم طبعا اللي تولي هذا الموضوع خلال الفتره الحاليه، ونامل ان شاء الله مع بدايه تشكيل اللجنه الماليه والتسويق انه يكون هناك عمل اكبر في سبيل تسويق البطولات المحليه ان شاء الله. ونتامل طبعا اكيد يعني من خلال لجنه الماليه والتسويق بالتعاون طبعا مع رابطه الدوري المحترفين ان يكون هناك تسويق افضل للنقل التلفزيوني في المواسم القادمه ان شاء الله. هناك حصه للاتحاد كره القدم من قبل النقل التلفزيوني، كل ما زادت النقل التلفزيوني كل ما كان حصه الاتحاد اكبر. هناك حصه للاتحاد السعودي لكره القدم من خلال تسويق الدوري السعودي الممتاز. يعني كل هذه المبالغ نتامل ان شاء الله ان تدر يعني مبالغ كبيره، وبالتالي تغطيه هذه الديون. هو يعني دور الجمعيه العموميه هو دور رقابي على اعمال ماليه. انت تقدم مشروع ميزانيه وتقدم في نهايه السنه الماليه ميزانيه فعليه، ميزانيه محققه يذكر فيها طبعا ما صرف خلال موسم رياضي كامل او سنه ماليه كامله، وما حقق من ايرادات خلال سنه كامله، وهناك مقارنه طبعا في الانحرافات بين ما هو مقدر وما هو مصروف. اذا كان هناك ارتفاع في المصروف لابد ان طبعا ان يكون هناك يعني مكاشفه ومحاسبه لاتحاد كره القدم، واذا كان هناك ايرادات لم يتم تحقيقها اكيد انه حتكون يعني تحت طائله المناقشه من قبل الاخوان في الجمعيه العموميه. هذا هو العمل المؤسس اللي احنا نصبه اليه ان شاء الله خلال المرحله القادمه باذن الله. طبعا هذا اللقاء الاستاذ عدنان المعبد جت في جزئيات من نقاش على السريع، وفي خبر صحيفه سبق يعني يعتمد تشكيلا نوف فيصل يعتمد تشكيلا جديدا للجنه المنشطات. بدر السعيد ابرز الغائبين او المغادرين بعد خلافه مع النصراويين، هذا ما ذكر في صحيفه سبق. على السريع موضوع المدخولات الماليه للاتحاد السعودي، الان اصبح الاستثمار في الرياضه مهم جدا، وممكن واضح من خلال الاجتماع انه راح يتم يعني الاعتماد على الدخل المادي او الموضوع الاستثماري بشكل عام للاتحاد. نعم طبعا الاتحاد السعودي بامكانه يعني يعدد المصادر او موارد الماليه للاتحاد، من ضمنها في اشياء كما ذكر الاستاذ عدنان، كذلك كاس فيصل الامير فيصل بن فهد رحمه الله المفروض انه يعني يطعم
باللاعبين الأجانب الاثنين اللي اعتبروا الاستثمار لكي يكون وضعهم قانوني، وكذلك لإعطاء الدوري البطولة أكثر توهجا وازدياد الاهتمام فيها، ومنها ستجد راعي وزيادة المداخيل. كذلك كما ذكر يعني بعض البطولات فيه يعني موارد كثيرة لاستغلال بعض يعني الاستادات زي الملاعب الرياضية في الإعلانات، وطبعا تعود للاتحاد السعودي كرة القدم، لديهم يعني عدة وسائل لزيادة الدخل، وأتوقع أنه في يوم من الأيام حيزداد. هم الآن عندهم ديون متراكمة أو 75 مليون تقريبا من سابقة، أتوقع أنه خلال السنة الثانية حتسدد هذه الديون، وحيكون فيه يعني توفر، لأنه الاتحاد يحتاج المصاريف. أنا أذكر يعني مثلا مشاركة المملكة عام 94 كأس العالم كانت الميزانية 50 مليون، يعني الآن الاتحاد السعودي يحتاج إلى مدى المصاريف للمنتخبات عندما يشارك في دورة زي الأسوية أو مستقبلا، يعني فيحتاج الى مبالغ. في المبلغ هو 191 مليون، هذا ميزانيه نادي مع احترامي للاتحاد السعودي يعني كمبلغ. أبعلق على الخبر بالنسبه نخلي شويه ابو فيصل معليش، خلينا نخلص من الجمعيه العموميه ندخل فيه بشكل مفصل. ايضا الزميل مشعل رميح يعطيه العافيه اجرى لقاء مع الاستاذ ابراهيم الربدي عضو الجمعيه العموميه، نشاهد. هذا احنا طلبنا طبعا يعني انه اذا كان هناك تاخر في تشكيل لجان الاتحاد اوصينا انه يكون يتم تفعيل وتشكيل لجنه الطوارئ في الاتحاد السعودي لكره القدم، لان هذا الجانب يعطي اطمئنان اكثر، يعني من خلال انه انت تعرف من اللجنه والجهه اللي قد تقدم لها ما يطرح عندك من امور او تتلقى منها قرارات. والله اعتقد انها بدايه ممتازه جدا، لابد أن تكون هذه المساحة من النقاش والإثراء الجميل جدا لمصلحة كرة القدم وجود مؤسسة رياضية تتمثل في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومؤسسة رقابية مثل الجمعية العمومية تشرف على هذا العمل، ويكون هناك يعني إجراءات وضوابط للعمل. أعتقد أنها في النهاية يستفيد منها جميع أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، سواء أندية أو لاعبين أو حكام أو مدربين، أو حتى يعني يحصل الجمهور فعلا على منتج يعني فيه نوع من الاحترافية والمتعة اللي يبحث عنها. تم تشكيل لجنتين، لجنة لتعديل النظام الأساسي من أعضاء الجمعية العمومية، ولجنة أخرى اللي يعني صح التعبير سميت اللجنة التأسيسية لروابط الحكام والمدربين واللاعبين الهواة والمحترفين. يعني شكلت لجنة النظام الأساسي. هي من اللجان؟ أنا وقع يعني انتخابي وترشيحي في لجنة تعديل النظام الأساسي، بعض الزملاء أيضا في لجنة التأسيسية للروابط اللي ذكرنا الحكام والمدربين واللاعبين، فيها مجموعة من اللاعبين والحكام الدوليين والمدربين اللي يعني إن شاء الله عندهم الخبرة الدولية الكافية. النظام الأساسي نص على أنه الترشح لمنصب رئيس الاتحاد أو يعني نائب رئيس الاتحاد يجب أن لا يكون مرتبط بالعمل في الأندية الشخصية اللي تترشح. فيعني تباعا لهذه الفقرة أو المادة في قانون النظام الأساسي قدمت استقالتي من مجلس إدارة نادي الشباب بعد الانتخابات وانتهاء الانتخابات ونجاح الأستاذ أحمد عيد اللي أتمنى له كل التوفيق مع الزملاء في مجلس الإدارة. أعتقد أنه يعني من المناسب والوفاء أن أعود لبيتي وزملائي في نادي الشباب، وتواجدت معهم وتشرفت بهذا الطلب بالعودة بعد أن استقلت من نادي الشباب. بعد الترشح لمجلس الإدارة رئيس لمجلس الإدارة دخلت في, 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 في منحنى اللي هو مرشح لرئاسة مجلس الإدارة، وجودي كمرشح لرئاسة مجلس الإدارة وليس كممثل نادي الشباب. ممثل نادي الشباب في الجمعية أوكي، لكن كمرشح يجب أن أكون مستقيل من النادي، ويوجد في الجمعية زملاء ممثلين لأنديتهم وليسوا في عضوية مجلس الإدارة. والله كانت الفكرة مطروحة يعني أن يكون فيه لجنة تدقيق مالية يعني دراسة الميزانية، واتفق في نهاية الأمر على أن يكون هناك فرصة لمجلس الإدارة في يعني المضي في ميزانيته التقديرية اللي طرحها، ويتم التدقيق بعد ذلك نهاية الموسم على الميزانية الفعلية.
طبعا هذا هو اللقاء الأستاذ خالد المعمر. سامي حديثنا معك جزئية من حديث الأستاذ خالد، تفعيل لجنة الطوارئ، برأيك مهمة هذه اللجنة وتفعيلها في حالة حدوث أي طارئ لا سمح الله في اتحاد القدم؟ والله أنا أعتقد أنها يمكن في المرحلة الحالية مطلوبة، حتى يمكن يعاد النظر في تشكيل اللجان بشكل نهائي وقطعي. أنا أعتقد نعم هناك ضرورة لذلك، على الأقل في خلينا نقول في فترة الستة الأشهر القادمة على الأقل. لكن أنا اللي ألاحظه من تصريح الأستاذ خالد بن معمر أنه هناك في رضا على العمل اللي قاعد يصير داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، سواء من ناحية الهيكلة، وأنا هنا أتحدث عن الهيكلة اللي هي وضوح المهام لجميع الناس اللي تعمل داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم. النقطة الثانية الأهم، وهذا يمكن أنا اللي أعتبره من أهم المكاسب اللي احنا تجاوزناها، من أهم أخطاء الماضي اللي احنا تجاوزناها، اللي هي عدم وجود ازدواجية ما بين المناصب وما في الاتحاد وما بين العمل في الأندية. يعني أنا أعتقد أنه هذه الجزئية مهمة جدا، صحيح، تعطي الاتحاد السعودي لكرة القدم استقلالية كبيرة جدا بعيدا عن قضية الانتماءات. هنا الشخص يمثل نفسه، وما يقدم من عمل سوف يحسب عليه شخصيا، لا يراعي، وهو يعمل لمصلحة الاتحاد السعودي فقط، لا يراعي أي اعتبارات لانتماءات أخرى، لأن الناس يعني في العموم والجماهير في الخصوص بدأت يعني تفهم أنه متى يكون الشخص محسوب على النادي ومتى يكون محسوب على نفسه وعلى الاتحاد، وهذا جزئية مهمة أشار لها الأستاذ خالد بن معمر. صحيح. طيب هذا لقاء الأستاذ خالد المعمر. أيضا نعود للقاء الآخر اللي أجرى زميل مشعل رميح الأستاذ إبراهيم الربدي عضو الجمعية العمومية، نشاهد. الناجح بكل المقاييس، هناك تفاعل من أصحاب السعادة أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة، هناك نقاشات وحوارات دارت بين الطرفين، والهدف واحد هو الوصول إلى استراتيجية موحدة للعمل لتطوير كرة القدم السعودية، والعمل جنبا إلى جنب كمؤسسة رياضية واحدة متكاملة. هل طرح أي اقتراحات في هذا الاجتماع؟ هناك عدة اقتراحات تعطينا منها. مثلا المقترح اللي هو كون في لجان تعديل النظام الأساسي، كونت لجنة سباعية لهذا النظام. أيضا طرح لجنة للروابط، وضع اللوائح وأنظمة هذه الروابط، الحكام المدربين اللاعبين الهواء إلى آخر، هذه من أهم أبرز ماذا. كانت الموافقة أيضا على الميزانية التقديرية، موافقة على أيضا الديون المتراكمة على النادي تبلغ أكثر من 75 مليون على الاتحاد، يعني هذه أهم ما طرح. هذا الحديث مستمر عن اللجنة الجمعية العمومية، احنا كنا نتكلم مع ابو فيصل عن اللجنة ودخلنا. طيب ايضا اذا اللقاء جاهز الاخر الاستاذ خالد الزيد عضو الجمعية العمومية، نشاهد. الجميع يعرف انه احنا جينا في نص موسم، وتحتاج انه يكون فيه يعني مرحله استثنائيه. المنتخب الان في طور الان استحقاق قادم، مباراه اندونيسيا، عدم تشكيل لجان اعتقد انه هذا يثري باذن الله ان شاء الله ان يكون فيه من خلال المعايير اللي وضعت انها تعطي ان شاء الله مؤشر ايجابي لمستقبل الكره السعوديه. يجب ويعرف الجميع انه يعني هناك نظام يعني من الاتحاد الدولي في عمليه البرمجه خاصه للمنتخبات ومشاركه اللاعب من خلال في المنتخبات الوطنيه من خلال الانديه. أنا يمكن سبقني تكلمت أنه هذه مرحلة استثنائية حقيقة، إحنا جينا في نص الموسم، وأعتقد أنه المنتخب يستحق والأندية برضو المشاركة في الاستحقاقات القارية تستحق لا شك. لابد أن تكون إن شاء الله فيها نوع من التوافق، نتمنى أن تكون إن شاء الله المؤشرات الإيجابية للمنتخب والأندية إن شاء الله في المرحلة القادمة أنها تكون بإذن الله إن شاء الله يعني
ما يعني يعكس انطباع للشارع الرياضي بانه هذا توافق باذن مع المنتخب والانديه انه يكون ينصب في مسرح الكره السعوديه. احنا نعرف ان هذه الامور لابد ان يكون فيها نوع من 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 التاثير. قد يكون المنتخب في هذا الاستحقاق يحتاج الوقفه والمساعده، والانديه من خلال الضغط الموسم لا شك انها تحتاج حتى منا نحن الدعم والمساند. نتمنى ان شاء الله انها تكون في المرحله ما بعد القادمه هذه، ان شاء الله انه يكون الجميع في من خلال جدوله المسابقات ومن خلال استحقاقات المنتخب في الاستحقاق القاري والدولي انها تكون مبرمجه لا تؤثر جهه على جهه. نعم، نتمنى انه فعلا ما يكون في اي تاثير على الانديه السعوديه وكذلك على المنتخب السعودي اللي هو دائما الحلقه الاهم في هذا الموضوع. قبل ان نقفل حديثنا ابو فيصل، اذا عندك اي تعليق عن خبر الاجتماع او تفضل. والله بالعكس، يعني ما شاء الله الاسماء اللي شاهدناها، يعني هذا مضمته بعض مضمته الجمعيه، يعني كفاءات والجمعيه العموميه وكذلك الاتحاد السعودي. وأحب أشيد بالأخ الأستاذ خالد المعمر، كفاءة وقدرة رياضية، حتى لو كان يعني فعلا أنه قريب من الوسط الرياضي بعد ما لم يحصل له مثل أن يكون رئيس الاتحاد، يستفاد من خبراته ومن قدراته الرياضية، وما شاء الله هذا متواجد معاهم، شيء يسعد ويثلج الصدر أن يكون موجود زي الشخصية هذا بهذه المنظومة الرياضية. جميل. سامي، إذا عندك أي تعليق على الاجتماع تفضل. لا، أنا أعتقد أنه يعني علينا أن نعتاد على هذا الاجتماع، لأنه حيكون تقريبا هو نصف سنوي، ستة أشهر. أنا حقيقة كل اللي أقدر أقوله في المجمل أنه يجب أن تكون اليوم اكتمل النصاب كما سمعنا. أنا أعتقد أنه التواجد في هذا الاجتماع زي ما تفضل الزميل فهد في وقت سابق وقال انه هي اجتماعين في السنه، اذا لم تحضر الاجتماعين هذه متى تحضر؟ انا اعتقد انه يجب ان يكون الحضور الزامي واولويه، يعني اهم من كل الظروف الاخرى، الا ظروف القاهره اللي يمكن لا يمكن ان احنا نتصرف فيها على الاطلاق. انا اعتقد انها بدايه مبشره، فيه اعتقد نوع من التفاؤل كبير، في أريحية أنا حسب ما شفت. وأتمنى أنه يمكن التوصية الأخيرة اللي أحب أقولها أنه نجاح الاتحاد هذا هو نجاح للحركة الرياضية السعودية ونقلة كبيرة. وعلينا أن نتذكر أن الفيفا حينما تم الانتخاب لأول مرة لدينا على هذا المستوى على هذا الكرسي بالتحديد، يعني فرحة كبيرة جدا. إحنا الأولى أن إحنا نفرح فيها ونساندها ونحرص على نجاحها. جميل، نتمنى التوفيق إن شاء الله للأستاذ أحمد عيد في القادم من المسيرة في الرياضة السعودية. أنا جاتني تعليقات كثيرة على تويتر، يعني كان في عتب وعلى الضيوف أنهم يعني كان في حديث عنا رئيس الهلال. أنا أحب أوضح، الضيوف المتواجدين معنا لهم الحق في نقد أي رئيس نادي أو أي شخص مسؤول في الرياضة في إطار الأدب، في إطار الحدود اللي إحنا متعرفين عليها، لهم الحق. لن أمنعهم في الحديث عن أي شيء إلا في حالة وجود أي إساءة، أنا راح أوقف الحديث معهم ويعني يطلب منهم الاعتذار. أما في حديثهم في أي شيء عام، يعني أنا ما راح أمنعهم، بالعكس، ولأي شخص ورد اسمه الحق في المداخلة والحق في العتب والتواصل مع الزملاء. دائما إحنا في إطار رياضة، في الرياضية السعودية، توجيهات الدكتور محمد بريان، الجميع الحق في الحديث، الجميع في إطار الأدب، وأن هذا اللي متعودين دائما من ضيوفنا. أتمنى أنه ما حد يزعل منا، الكل رئيس نادي احترامه والكل شخص في الرياضة السعودية احترامه، ولكن في النهاية يعني أراء الضيوف نحترمها وتواجدهم هنا على عيننا ورأسنا، أراءهم نحترمها ونقدرها، وزي ما قلت في إطار المتعارف عليه في القناة الرياضية السعودية.